حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. أهلا بك يا دكتور حسام، طمنا يعني مجهودات وزارة الصحة هناك عاملة إزاي؟ الفريق الطبي للوزارة توجه، هل يعني هناك من أخبار عن المصابين؟ صباح الخير يا فندم. في بداية بنتمنى الشفاء العاجل للمصابين. احنا وزارة الصحة أصدرت بيان للحديث عن الوضع الصحي، في احنا بنتكلم على انه ما تزال عمليات الانقاذ مستمره، سواء من قبل هيئه الاسعاف المصريه او من قبل الدفاع المدني او من قبل الاجهزه المعنيه. حتى هذه اللحظه تم نقل 20 مصاب الى مستشفيات المنيا العام، ومصاب الى مستشفى المنيا الجامعي. في 23 سياره اسعاف موجوده. الكشف الاولي للساده الاطباء بيقول ان الاصابات تتراوح ما بين جروح قطعية وسحاجات وكدمات. ما زال الفريق الطبي يعمل على تقييم الوضع الصحي للأطباء، وما زال الفريق الإسعافي يتحرك في موقع الحادث للتعامل مع الإصابات الأخرى. شكرا لك دكتور حسام، وبالتأكيد يعني نتمنى توفر كافة الخدمات، ونتمنى أيضا السلامة لكل المصابين هناك في حادث قطر المنيا.